بسان فرانسيسكو وبأهم منطقة تكنولوجية شخصية لمع اسمها بعالم الهندسي، المهندس المعماري سيد شارل دبريس اللي بإبداعه وذوقه قدر يترك بصمة بمعين سان فرانسيسكو. عملت مشروع بواشنطن دي سي A Peace Memorial based on Gibran's poetry. عملت مدرسة بالسي. It's a state of the art preschool. 150-160 مشروع اللي انت فيهون. ما حدا اجى لعندي وطلب مني اعمل شيء بلبنان، انساني قلت له لا. اللبناني ما بيحب يشغل صديقه اللبناني. اسماء من التاريخ الاربعاء 10 المساء على LB2.